تعال يا ابني. تعال. ايوه تعال. انت عاوز ايه؟ انا عاوز العب اروح على بيتي. تلعب ايه؟ لا. طب بص بص عليا. بص عندك المصلحه كده. يا عم جابوها بالتليفون. قلنا كفايه بتصوير برنامج هنا. ليه ما بيصورش؟ ما بيصورش يا ابني. والله يا ما بيقول. والله ما انا مصور. طب انا بقى صباح. انا زعلان. زعلان ايه؟ تعالى يا ابني. انا عايز العب. سيبني حالي. انا اقول لك. ايه عايز ليه؟ انا عاوزك معايا كده يا عم. زغلول اقول له بيت بس. زغلول مين؟ لا ده مش زغلول ده بيومي. يا ابني ده بيومي هو ده بس ده هو بس. بيومي بيومي خلاص خلاص قول بيومي خلاص كفايه. بتاع الكشري بيومي بتاع الكشري. طب والله انا احاول ازاي؟ اقول لك انا بقى ماشي. لا تشاء والنعمه ما انا ماشي. انت عاوز ايه؟ انا بقى العب بقى عايز العب. تلعب ايه؟ ما قدامك اهو اهو. ايه ده؟ اقول لك شو اسمه مصطفى. مصطفى مصطفى شايف ملعب الامام عمال حلوه وصنبوره وعلي النعم. انا ماشي بقى. ماشي فين؟ على المشوار. المشوار فين يا؟ وانا مالي اجيب موبايل ما انا مالي موبايل عايز العب بقى. خلاص بقى خلاص خلاص صافي يا لبن. خلاص بس يا لعبة كده حبيبي يا اشطر. خلاص خلاص يلا خلاص خلاص. ايه رايك؟ يعني ايه؟ هنبات هنا؟ ايوه يعني انا لازم افهم. قلت لك 100 مره بقول لك اتصور مش عايز اسمع. اهو اهو يا سيدي اهو. انا بقول لك كم تصوير ما انكسر. كم تصوير يا ابني؟ سجاير يا ابني الكلب. يا ابني قلت لك الواد تصوير تصوير وما بيصورش.